هل الجنة تحت أقدام الأم النرجسية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم كوتش نعمان زريوح في حلقة جديدة من فضفضة مع نعمان. اليوم يوم أحد، موعدنا المعتاد مع فضفضة مع نعمان. فضفضة هذا اليوم ستكون من أخطر الفضفضات على القناة على الإطلاق، إنها الفضفضة رقم 101. نعم، هذا الرقم هو رقم خاص، وهذه الفضفضة ستكون خاصة. سيكون جوابا عن سؤال لإحدى متتبعات هذه القناة الكريمات من الجزائر. تعلمون أننا هنا في المغرب نحبكم يا أيها الجزائريون والجزائريات، وبالمناسبة أريد من كل جزائري أو جزائرية حاضرة هنا أن تنزل لخانة التعليق وأن تترك تعليقا. هذا السؤال هو: كوتش نعمان، أمي نرجسية دمرتني، دمرت حياتي، دمرت حياة والدي، لقد آذتنا، لقد عذبتنا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة تحت أقدام الأمهات. كوتش نعمان، أنت دائما ما تنصحنا بأن ننفصل، بأن نقطع الاتصال حتى عن الوالدين النرجسيين، ولكن أنا مؤمنة، أنا أريد أن أطيع رسول الله. أجبني يا كوتش نعمان، أنا في حيرة. أختي العزيزة، أريدك أن تنتبهي جيدا، لأنني اليوم سوف أجيب وحصريا عن هذا التساؤل الخطير. أنا أهنئك على هذا السؤال، سؤال ذكي، إنما يدل على رقي المشتركين في هذه القناة. أنتم عائلة رائعة ولكن ذكية، وهذا يضعني دائما أمام مسؤولية، لأنني كلما رفعت فيديو على هذه القناة فأنا أعرف أن هناك جيشا راقيا ذكيا يتصنت يستمع، وعلى كل فيديو أن يكون في المستوى. وأنتم بالفعل تضعونني دائما تحت هذه المسؤولية، هذا الضغط، وكم أنا سعيد لأن أجيب دائما على تساؤلاتكم، وأنا سعيد بتفاعلاتكم مع هذه القناة. أريدكم أن تنتبهوا جيدا لهذه الفضفضة، لأنها سوف تكون صادمة. أختي العزيزة، هذا الحديث بالضبط هو أكبر دليل على أن عليك أن تقطع الاتصال مع أمك النرجسية. كيف ذلك يا كوتش نعمان؟ انتبه اليوم، لأنني سوف أكشف عن أخطر سر عن الأم النرجسية. قبل البدء، لايك ليصل هذا المحتوى لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين والنرجسيات، وبطبيعة الحال لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم أحبائي في هذه الحلقة الجديدة من فضفضة مع نعمان. الأم النرجسية يا إخواني وأخواتي هي كارثة، هي شيطانة بكل المقاييس. هذه الإنسانة المدمرة، الإنسانة بين قوسين، هي قادرة على أن تقترف جرائم في حق شريكها وفي حق أولادها. إذا كنت يا أختي العزيزة أو يا أخي العزيز، تعلمون أنني أتحدث للمرأة على أنها ضحية فقط للتبسيط، إذا كنت ضحية لأم النرجسية أخبريني بذلك في خانة التعليق. الأم النرجسية هي دائما تفضل الذكر على الأنثى، لأن لديها عقدة من الذكر، لأنه غالبا ما كانت محرومة من العطف، من الحنان من طرف أبيها. يا إما كان والدها مطلقان، أو عاشت بدون أب، أو كان غائبا بطبيعة الحال، كان مهملا إلى آخره. الأم النرجسية بطبيعة الحال هي تدمر حياة البنت، لأنها تحسدها، هي لا تعلمها حتى النظافة، هي لا تنصحها كما تنصح الأم بنتها، هي قد تحسدها حتى على زوجها، تحسدها
على ملابسها، تريدها دائما أن تكون في أسوأ حالة. هي بالفعل تكره بناتها، ولكن أنا هنا لا أقول أنها تفضل الذكر لأنها تحبه، لا، بل لأنها تريد أن تستخدمه لكي يكون سندها. الأم النرجسية هي مجردة من العاطفة، من الحنان، قاسية، باردة، خائنة، شريرة، تفتعل المشاكل، تكره الجميع، تقطع صلة الرحم، أبناؤها ينمون في وسط منحرف. أنا هنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكن اعلموا أن هذه الإنسانة هي مدمرة، هي تفرخ لنا نرجسيين ذكور وضحايا إناث، لأنها تفضل الذكور، تنفخ في أنانيتهم فيصبحون نرجسيين، وأيضا هي تحتقر بناتها الإناث، تحطم ثقتهن في أنفسهن، ويصبحن ضحايا للنرجسيين. هل هذه حالتك يا أختي العزيزة أو يا أخي العزيز؟ أنتظر جوابكم في خانة التعليق. هنا أريدكم أن تنتبهوا جيدا، لأنني سوف أشرح هذا الحديث النبوي الشريف، ألا وهو الجنة تحت أقدامي الأمهات. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينطق بحديث فهو يضع كل مفرد في مكانه. هو قد قال الأمهات وليس الوالدات. ركزوا جيدا في هذه التفاصيل يا إخواني وأخواتي. الرسول لم يقل الجنة تحت أقدام الوالدات، لا، بل تحت أقدام الأمهات. هناك فرق بين الوالدة وبين الأم. النرجسية ليست ولن تكون أبدا أما، هي والدة فقط، هي قد حملت وولدت، كما لو كان رحما مستأجرا، لأنها باردة، لأنها بدون عواطف، لأنها بدون أحاسيس. تذكروا هذا، الأم هي مركز للعطاء، هي منبع للحنان، هي حضن دافئ، هذه هي الأم. النرجسية ليست أما، إنها والدة. وعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات، فهو يقصد الأمهات وليس الوالدات. هو يستثني الوالدة النرجسية لأنها لا تستحق هذه الكلمة السامية، ألا وهي الأم. النرجسية ليست أما، إنها والدة. وهذا يا أختي العزيزة هو جواب على سؤالك. أنت لا تعصين رسول الله عندما تقطعين الصلة بالوالدة النرجسية لأنها ليست أما. أختي العزيزة، يؤسفني أن أقول لك أنك لم تعيشي أبدا مع أم، عشت فقط مع والدة. هذا صعب، ولكن هذه هي الحقيقة المرة. كل شخص نما مع هذه المجرمة فهو لم يعيش أبدا حنان الأم، عطفها، رضاها، بل فقط عاش مع والدة، مع كائنة مدمرة، خبيثة، شريرة. وهنا سوف أستدل بطبيعة الحال بالقرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى دائما ما يتحدث عن الأم وليس الوالدة في القرآن الكريم، كقوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ركزوا على هذه الكلمة أمك. وقوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ركزوا أيضا على أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الوالدة بل الأم. هناك فرق يا إخواني وأخواتي بين الأم والوالدة. وهذا الفيديو بطبيعة الحال هو فيديو صادم، صعب، ولكن إذا تدبرتم جيدا في معانيه، إذا ركزتم مع هذا المحتوى، وإذا راجعتم هذه الآيات وتمعنتم في الحديث النبوي، فأنتم سوف تخرجون بهذه الخلاصة
أن الله ورسوله فهو لم يأمرنا أبدا بأن نطيع الأمة النرجسية أو أن نبر بها. أنا هنا لا أريد بطبيعة الحال أن تؤذي أمك النرجسية، لا، بإمكانك أن تعامليها بالحسنى، ولكن حاولي أن تتجنبيها ما أمكن. تذكري أنها لا تحبك ولن تحبك أبدا، ركزي على هذه الفكرة. أنت لست ابنة لإنسانة عادية، أنت ابنة لإنسانة باردة خبيثة شريرة لا تعرف الرحمة والشفقة، تريد فقط الاستغلال، هي منكبة فقط على نفسها، تراك كشيء، كملك لها، كامتداد لشخصيتها المنحرفة. أختي العزيزة، أنا أعرف أن هذا الفيديو صادم صعب، ولكن أتمنى أن يكون قد أشفى غليلك وقد أراحك للأبد. أريد من كل ضحية نرجسي قد ارتاحت الآن، قد تخلصت من تأنيب الضمير لأنها لا تطيع أمها النرجسية، أريد منها أن تنزل لخانة التعليق وأن تقول لي: كوتش نعمان، أنا بالفعل ضحية لأمي النرجسية، ولكنني لن أتعاطف معها، لن أطيعها، ولكن بطبيعة الحال سوف أتقي فيها. الله، أنتظر تعليقكم كلكم أسفل هذا الفيديو. تعلمون أنني أقرأ جميع التعليق، لأن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين. وأذكر دائما وأبدا بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأم النرجسية هي عاصية للخالق، هي فاسقة، هي خائنة، هي مدمرة، فكيف تريدون أن نطيعها؟ إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف. سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف، أيضا هناك رابط واتساب لمن يحتاج لاستشارة شخصية معي مباشرة حتى تنتقل حياتك لمستوى أعلى بمشيئة الله. قبل أن أغادر وكالعادة سوف أترك لك سؤالا أختي العزيزة، أنتظر جوابك عنه على أحر من الجمر أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. هذا السؤال هو: هل كنت ولا زلت ضحية لأم نرجسية خبيثة؟ أجيبيني بصراحة الآن أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين. موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم، وكالعادة أحبائي، كون سعداء.